خلونا نتكلم عن شو تفرق يعني ليش انا اخذ هذه على يعني اذا انا عندي تليفون ايش حق اشتري هذه؟ اذا عندك تليفون مستانس منه فالله يهنيك فيه، لكن دائما يوم انت تسافر مكان تبغى تصور عيالك زين تبغى تاخذ صور عدله، طبعا انت شفتوا الفولو مود، الفولو مود اللي في البوكت 3 سريع زين، تروم تركز على السبجكت مالك وتخلي العدسة بروحها تلحقها من مكان لمكان، وهو ياس يتحرك مثلاً ولدك ياس يتحرك من مكان لمكان ولا شيء من هالقبيل هذا، وخذ عاد اللي هو الكرياتيفيتي اللي انت تبغي انت شو تبغى تسوي فيها. الشيء الثاني طال عمركم دائما تليفون، هو تليفون اسمه موبايل فون يعني، عشان تستقبل وترسل منه الارسال يعني الاتصالات، حد ما اتصل فيك وانت تصور انقطع عندك الفيديو، لازم ينقطع عندك الصوت، الحركة تكون فيها اهتزاز فيها الاشياء هذه، مهما تكون انت بروفيشنال فانت انت عارف مع شو تتعامل، لكن اذا انت هاوي هي نعم طبعا هي تفكك وايد من سالفة التيك توك ما تيك توك وهكله زين، يعني طلع كل شيء في نفس الوقت لايف وهالسوالف في التليفون طبعا، لكن البوكت حق اللي يبغي يحفظ ذكريات حلوة، مناظر الكلر اللي فيها يعني الكلر ساينس ماله وايد حلو، طلع لك الألوان حلوة بشكل حلو بشكل جميل، فوكس على الأريا تركز لك على الوجه، إذا أنت تصور عمرك وأنت تتكلم عن المكان اللي أنت فيه كمتحف ولا كأودور يعني سير غابة سير شلال سير هذا، فبيتم الفوكس على وجهك دائما، اذا عندك مثلا انا اخوي قبض لي اياها بعض الاحيان وانا اتكلم زين، فاروم انا ابتعد عن الكاميرا زين وهو يصورني وهي فوكس علي تتحرك معايا زين وانا اتكلم عن المناظر سواء اللي كانت عدالي ولا اللي في يعني بيهايند ذا سين او بيهايند ماي باك، يعني وايد امتيازات فيها وايد اشياء حلوه فيها. طبعا انا جربت عده كاميرات، يمكن اسوي حلقه ثانيه مقارنه ما بين الجو برو والانستا 360 والبوكت 3، اما ان كل وحده لها استخدامها، كل وحده لها ميزتها، كل وحده لها احتياجها، فهنيها التركيز كامل بيكون على شو انا مسافر شو اشيل وياي، طني ما بتحتاج ازيد من هذا صراحه اتكلم، والله مبدع عائلة أنا أشارنا ومستعد أشتري الثانية بعد حينه، هذه تكفي يعني المصورين عارفين يوم نسافر مكان شل الكاميرا العدسات الجيمبل الشنطة، نعم هاي الأشياء ضرورية تكون معك أنت كمصور محترف، لكن كفلوجر اليوم عندك أنت هذه فيها الدي لوك تنبت فيها يسمونه 128 فريمز فيها أشياء يعني مخربط بالأوبشنات كلها، فما أبغي أقول أوبشن غلط ولا شيء، بسوي فيديو ثاني أتكلم فيه عن الأوبشنات بشكل عام، لكن كسفر شلها وياي ولا لا أحتاجها ولا لا نحتاج الله العالم به، لكن تكون عندك زين هاي تعطيك ميزة إضافية حيث صغر حجمها سهولة الحركة فيها المزايا اللي فيها فيها الديلوج تنبت في يعني بالذات انت من نوع اللي تحب تعدل الصور بروحك، طبعا وايدين ياخذونها يصورون على الديلوج يقول لك صوره رماديه هاي الصوره انت تسويها بعدين في البري بوستنج انت تختار الكلر جريدنج اللي انت تبغاه وتحطه، فنصيحتي اذا تروم تاخذها خذها، طبعا لا تسالوني عن السعر، السعر انا ماخذنا عن طريق amazon.com امازون اي طبعا زين، كل واحد عنده ويب سايت مثل هذا في بلاده سواء كان امازون ولا اي ديلر اونلاين، ترمون تشوفون سعرها وتقارنونه بالسعر الديلر اللي موجود يعني، واللي حاب ياخذها انصح بها نعم انصح بها. اذا احتجتوا معلومات اضافيه ولا شيء خبروني زين عشان اسوي حلقات بسيطه دايركت تو ذا بوينت على طول، يعني شوف شو الاجابه اللي تبونها جاوب على الاسئله. طبعا انا كل سنه زين اسالوا اي مصور الفتره هاي من الصيف هالسؤال المشهور لنا نحن، انا بسافر ويا عيالي انا بسافر الدوله الفلانيه
شو احسن كاميرا اخذها اذا طبعا شخص ما عنده كاميرا، او شو التليفون، شو اوبشنات التليفون اللي اروم اصور فيها بشكل احترافي ولا بشكل احسن، شو هي البرامج اللي استخدمها. طبعا اول شيء تكون بيدك انت معده مثل ما تقولون قويه تتحمل، عقب الاشياء الباقيه سهله. تكون عندك كاميرا صح، تليفونات نعم في منهن تليفونات كاميرات قوية وفيها استابلايزر واي اي وكذا 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 كذا انزين، وبروحهم يسوي لك بري بوست وهذا، لكن انا انسان اهوى اني اشتغل بروحي بيدي. فالناس اللي يحبون يشتغلون بيدهم في المجال هذا انزين يسالوني الاسئله اللي هم يبونها، ولا يصلحوا لي اي معلومه انا قلتها غلط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كان معكم اخوكم حميد، وهاف ا نايس داي.